بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فولي 2. درس بسيط سوف نشرح فيه طريقة التحكم في اي جهاز باستعمال برنامج الانتي فيروس افاست. فكلنا عام بوجود يعني مجموعة من البرامج التي وظيفتها يعني مثلا اذا كنت تريد مساعدة صديق لك يعني بعيد عنك يوجد في بلاد معينة او شيء من هذا القبيل، يمكنك استعمال بعض البرامج، وكنت قد شرحت ذلك يعني واحدة من هذه البرامج من قبل على قناتي. لكن في الحقيقة يمكنك الاستغناء عن هذه البرامج واستعمال مباشرة برنامج الانتي فيروس افاست اذا كان مثبت على حاسبك، وايضا يجب ان يقوم هذا الصديق يعني بتثبيت برنامج الانتي فيروس افاست على حاسبه حتى تستطيع التحكم انت في حاسبه، او هو يعني يستطيع ايضا التحكم في حاسبك اذا كنت تريد يعني ان يساعدك في مسألة معينة. اولا كما اشرت يعني يجب ان تقوم بتثبيت برنامج الانتي فيروس افاست على حاسبك، وايضا صديقك ان يقوم بتثبيت الانتي فيروس افاست على حاسبه. تضغط على ايقونة افاست مباشرة، سوف تظهر لك يعني بهذا الشكل عليّن. سوف تضغط على هذا الخيار الثاني كما سوف تشاهدون عند احباب في الله، ثم تضغط على الخيار ريموت اسيستنس هنا مباشرة احباب في الله. بعد ذلك يمكنك انت شخصيا اختيار الضغط على هذا الخيار على اساس الحصول على كود اذا كنت تريد يعني ان يتحكم يعني صديقك في حاسبك. اما اذا كنت انت شخصيا تريد يعني ان تتحكم في يعني حاسوب صديقك فتضغط على هذا الخيار وتنتظر ان يعطيك يعني الكود الذي سوف يحصل عليه هو عندما سوف يضغط على هذا الخيار. عليّن يعني انا شخصيا مثلا اريد ان يتحكم في حاسوب شخص معين، لهذا تضغط على هذا الخيار تحصل على هذا الكود مباشرة تعطيه لصديقك. طيب سوف نقوم بحفظه مثلا في النوت باد. بعد يعني ان تحصل على هذا الكود تعطيه لصديقك، ماذا سوف يفعل صديقك؟ سوف يضغط ويفتح والاخر يعني برنامج افاست، ثم سوف يضغط على هذا الخيار مباشرة، وسوف يقوم ب يعني وضع هذا الكود الذي حصلت عليه في هذه الخانة مباشرة كما سوف تشاهدون، ثم يضغط على كونكت ويصبر يعني بضع ثواني وسوف يتم يعني الدخول مباشرة الى حاسوبك. اما اذا كنت تريد يعني ان يتم ان تتحكم انت شخصيا في حاسوبه فسوف تضغط هنا يعني مباشرة وتنتظر لحين ما يعطيك يعني الكود الذي سوف يحصل هو عليه. عندما سوف يضغط على هذا الخيار تقوم بادخاله مباشرة هنا وتضغط على كونكت وتصبر بضع ثواني وسوف تستطيع الدخول الى حاسوبه والتحكم فيه ومساعدته في اشياء بسيطة او اي يعني اشياء يعني قد تكون مشاكل عنده يعني ويريد يعني حلها وانت لديك خبر مثلا او يعني شيء من هذا القبيل. فيمكنك استعمال برنامج افاست عوض يعني استعمال برامج اخرى احباب في الله بهذه الطريقة البسيطة جدا. ايضا بالنسبة لاخوان الذين لا يتوفرون على افاست فموجود في قناتي شرح لطريقة تحميل وتفعيله لغاية سنة 2038. اتمنى ان الدرس البسيط قد افادكم احباب في الله. لا تنسوا في الاخير دائما زيارتنا على موقعنا دبل فيديو الفيديو البوتيكلي 5.com والانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.